اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات The Doctors. للاسف في اللحظه اللي انا برحب بيها بحضراتكم في حاله طلاق حصلت، وبرضو للاسف ان احنا السنه دي احتلينا النسبه الاعلى في حالات الطلاق على مستوى العالم. في شهر اغسطس اللي فات حسب احصائيات الجهاز المركزي للاحصاء بتقول ان في 18,000 حاله طلاق حصلت، يعني بنتكلم في حاله طلاق كل 4 دقائق، و 30% من حالات الطلاق دي سببها الأساسي هو الضعف الجنسي لدى الرجال. احنا دايما هنا في برنامج The Doctors بنقدم حلول في كل التخصصات، بالذات في التخصص ده دايما بنقول ان احنا هنتكلم باستفاضة ومن غير اي نوع من انواع الحياء، لان ده تخصص وطب وعلم وبيهدم بيوت وبيهدم زواج وبيدمر أشخاص. طيب الحل المبسط إيه؟ الحل المبسط هو التدخل الجراحي، أو ما يعرف بالناس برضو عارفة ترمينولوجيز كده، هي دعامات العضو الذكري. هنعرف إمتى بنلجأ للتدخل الجراحي وإيه هي دعامات العضو الذكري، بس اسمحوا لي الأول أرحب بالقيمة العلمية الموجودة معايا النهاردة في استوديو The Doctors، دكتور أحمد العياشي، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، استشاري جراحة الذكورة والمسالك البولية بالمستشفيات والمعاهد التعليمية. اهلا بيك يا دكتور احمد، منور شاشة اكسترا نيوز. الله يخليك تستمعي. اول حاجة بقى يا دكتور، في ناس كتيرة تسأل السؤال الشهير، انا امتى بلجأ للجراحة؟ هي دي اول ستيب ولا دي اخر ستيب؟ لا طبعا دي اخر ستيب. اوكي، ده مهم جدا. احنا عندنا 2 مرضى بس اللي بنلجأ معهم للاجراء الجراحي. اوكي، اول مريض هو مريض عنده ضعف انصاب اولي. يعني ايه ضعف انصاب اولي؟ يعني هو شخص من يوم ما بلغ وهو عنده ضعف في الانصاب. تمام. فده مريض بيكون سنه صغير وعمره في حياته ما حصل له انصاب كامل. ده اكيد اول خطوه بناخدها بالنسبه له هو جراحه، لان ده بتفشل معاه كل طرق العلاج. النوع الثاني او النوع الثاني من المرضى هو مريض عنده ضعف انصاب ايا من كان مدته، اي من كان سببه، ضغط، سكر، اي من كانت الاسباب، ولكن فشل معاه كل طرق العلاج الغير جراحيه. تمام. في الحاله دي بلجأ للجراحه. لو هو مريض ما مرش بطرق العلاج العاديه ما بلجأش معاه للجراحه من اول حاجه خالص. الا في الحالتين دول زي ما قلت، ما عندوش انصاب من يوم ما بلغ، او عنده انصاب لا يستجيب الى الادويه الغير جراحيه. طب دكتور احمد، لما بقول تدخل جراحي يعني ايه تدخل جراحي؟ او انا بستخدم هنعمل عملية. هنعمل عملية ايه؟ هنعمل عملية. العملية ما عندناش غير عملية واحدة بس لعلاج الانتصاب. أوكي. وهي تركيب الدعامة في العضو الذكري. والموضوع مختلف شوية عن دعامات القلب. تمام. ولكن الفكرة واحدة، ان انا بزرع حاجة غريبة في جسم البني ادم. حاولوا محاولات تانية ان احنا نبعد عن الاجراء الجراحي ما عرفوش. أوكي. يعني ناس اتكلمت على جهاز الموجات التصادمية اللي هو الشوك ويف ثيرابي، ده فشل ما جابش نتائج. حاولوا يدخلوا حاجة زي العلاج بالبلازما، برضو ما فيش اي نتائج. تمام. في ناس بتتكلم على علاج بالخلايا الجذعية. كل ديت سبل ما نجحتش انها تلغي فكرة العملية الجراحية. هي تركيب الدعامة. الدعامة ده جزء، حاجة خارجية بتركب داخليا جوه العضو الذكري. اوكي. طب انا دايما بقول ان اي جراحة في الدنيا بتبقى معادلة ما بين خبرة الجراح وخبرة الدكتور والعملية والتكنيكاليتيز بتاعتها والبيشنت سيلكشن واختيار المريض وكل الباكج اللي على جنب دي. تمام. كلمني على جزئية يا دكتور احمد اختيار الجراح المناسب والدكتور المناسب. بصي، انت بتتكلمي على عصب الموضوع. الاجراء الجراحي نفسه مش صعب، صحيح في حاجات تكنيكال مهمه جدا وبتعتمد على خبره الجراح، لكن عصب الموضوع هو الجراح نفسه. الجراح مهم في ايه؟ مهم في ان هو اولا يحدد مين المريض اللي محتاج. اوكي. لان انا بواجه حالات كتيره جدا للاسف الشديد، والناس بتدخل في احباط ومأساه، يعني ان هو عمل عمليه هو مش محتاجها. أوكي. يا جماعه، القاعده الاساسيه بالنسبه لنا مفيش حاجه زي اللي ربنا خلقها. اللي ربنا خلقه هو ده احسن حاجه. تمام. احنا بنحاول نعوض دوت وبنحاول نحاكي الطبيعي. فاحنا لما بتفشل كل طرق العلاج ما ينفعش نسيب المريض بمشكلته. أوكي. فبنلجأ للاجراء الجراحي. انما اي مريض يروح والدكتور يقول له من اول مره كده تعمل عمليه، الكلام ده مش حقيقي ومش صح. فانا اول حاجه، امتى نلجأ للجراحه؟ ده مهم قوي قوي، ودي مسؤوليه وامانه الدكتور اللي بيعالج المريض. لان الموضوع يا جماعه مش بسيط، لان حياه البني ادم بتتغير من بعد الاجراء الجراحي. وبناء عليه دور الدكتور مهم جدا جدا جدا، انه يختار الحل دوت للمريض في الوقت المناسب. تاني حاجه، تحضير المريض. خلاص احنا قررنا ده العلاج النهائي للمريض، ان هو واخدنا ديسيجن واخدنا قرار هنعمل جراحه، خلاص هيعمل عمليه. يعني اهم حاجه يعني تحضير المريض. اوكي. زي مثلا، هل هو مريض سكر ولا مش مريض سكر؟ ده مهم جدا بقى. طبعا ده مهم جدا. احنا اخطر 2 عينين بنقابلهم هو مريض السكر والمريض اللي عنده مشاكل في سيوله الدم. تمام. تحضير المريض مهم جدا عشان ما نواجهش مشاكل اثناء الاجراء الجراحي او ما بعد الاجراء الجراحي.
فتحضير مريض السكر ده من الحاجات الأساسية والمهمة جدا. في ناس بتدخل تعمل عملية لمريض السكر كده من غير ما تظبط له سكره. مهم جدا السكر التراكمي، لازم السكر التراكمي بتاعنا يكون أقل من 8، وبنفضل إنه يكون في رينج 7. أوكي. ده بيجنب المريض يعني العدوى. طبعا، وده أهم مشاكل احنا بنواجهها مع عملية الدعامة. الحاجة التانية هو نوع الدعامة اللي بيركب، ده مهم. مش كل مريض، مش نوع واحد. طبعا في أنواع لكل الناس. لا، في أنواع. في أنواع من الدعامات. ممكن نوضح، في معنا صورة كده بسيطة ممكن توضح للناس الأنواع. أوكي. عندنا في الفروق بقى اللي ما بينهم. في ثلاث أنواع من الدعامات. أوكي. أيوة، زي ما احنا شايفين كده، الدعامة اللي هي على الشمال أو رقم واحد، دي الدعامة المرنة. تمام. ويمكن دي أكثر الدعامات شيوعا لأنها أقل تكلفة. تمام. وفي الدعامة الثانية اللي في النص، دي دعامة هيدروليكية مكونة من جزئين، الجزء الفوقاني ده اللي بيبقى جوه جسم العضو الذكري، واللي تحت البالونة دي بتبقى موجودة في كيس الصفن أو جنب الخصية. أوكي. والدعامة رقم ثلاثة اللي هي في أقصى اليمين، دي الدعامة الهيدروليكية ثلاثية الأجزاء. ده جزء بيركب في العضو الذكري، وجزء بيركب في كيس الصفن، والجزء الثالث في أسفل البطن. تمام. مش كل الأنواع تناسب كل المرضى. خلاص، مريض عندي مثلا هو عنده مشكله في ايده، في انه يتعامل بايده وما فيش قوه معينه في ايده، ما ينفعش معاه الدعامات الهيدروليكيه خالص. أوكي. لان ده هيتطلب منه مجهود معين. مريض مثلا عامل زرع كلى، ده ما يناسبوش الدعامه الهيدروليكيه ثلاثيه الاجزاء، لان انا مش هلاقي مكان ازرع فيه الجزء الثالث اللي هو في اسفل البطن. تمام. في مثلا مرضى يعني ما يناسبهمش، زي ما قلت مثلا واحد عنده شلل رعاش، ده ما يناسبوش اصلا الدعامه الهيدروليكيه. يعني كل واحده تنفع لبيشنت ومريض معين. طبعا. طب في ناس بقى، سنس ان احنا اتكلمنا على الاقل تكلفه، هو في مصر للاسف التكلفه شويه هو العامل اللي بيتحكم في الموضوع، ويمكن عشان كده اكثر شيوعا هو الدعامه المرنه. ودي ما بتطلبش من المريض اي مجهود. هي اول واحده على الشمال. كانت اول واحده على الشمال. دي الاكثر شيوعا والناس بتستخدمها اكتر. طب الناس بقى اللي بتسترخص حتى في المكان، تقول مش مهم المكان. يعني هيفرق في ايه التجهيزات؟ يعني ما هي عمليه واحده وهتتعمل بنفس الطريقه، اكيد يعني الاوتكم واحد والنتيجه واحده. اروح لمكان ممكن يكون غالي ليه؟ لا طبعا، ده مهم جدا. هي مش قصه غالي او رخيص. هي قصه انه يكون مؤهل انه يعمل هذا النوع من العمليات. مؤهل بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان نجاح العمليه دي واقف على ضلعين اساسيين. الجراح اللي بيحدد مين يعمل، بيحدد ايه النوع المناسب للمريض، وبيعرف يحضر المريض بشكل كويس. أوكي. امتى يتدخل جراحيا. الطرف الثاني او الضلع الثاني هو المكان اللي الدكتور بيعمل فيه العمليه. غرفه العمليات لازم تكون مجهزه. التعقيم مهم جدا جدا جدا، والكلام ده كله احنا الحمد لله موفرينه في المركز عندنا، لان احنا من اوائل المراكز اصلا اللي اشتغلت العمليات دي، لدرجه ان احنا عندنا حتى جهاز بيفلتر الهواء اللي أوكي. موجود جوه اوضه العمليات. مهم جدا ان احنا واحنا بنزرع جسم غريب داخل جسم البني ادم، لازم كل حاجه دي ناخدها بعين الاعتبار. تحضير المريض، التعقيم جوه اوضه العمليات. أوكي. البرسونيل او الناس يعني التمريض والعمال اللي بيتعاملوا مع الاستاف كله اللي جوه اوضه العمليات مدرب بانه يتعامل مع هذا النوع من العمليات بشكل دقيق جدا. حتى اعداد الناس اللي جوه الغرفه محسوب بالعدد، ما ينفعش يبقى فيها ناس زياده عشان جوه. عشان الاكسبوجر طبعا. طبعا ده مهم جدا. أوكي. فرش المريض نفسه، يعني وانت بتعقم المريض لطريقه معينه في التعقيم مش زي اي عمليه. بتفرش المريض بطريقه معينه، هو ان احنا بنكتر من طبقات الغيار اللي بتحط على المريض، لان ده بيقلل من العدوى. كل دي حاجات مهمه جدا. المريض لازم بياخد مضادات حيويه قبل العمليه. تمام. يعني اثناء ما بياخد التبديل. قبل العمليه. بعد العمليه ده اجراء. لا، بس في ناس لازم تاخد اثناء العمليه نفسها قبل ما تبتدي الجراحه بساعه. تمام. بيفضل ان المريض واخد المضادات الحيويه اللازمه بتاعته. كل دي اجراءات مهمه جدا. نجاح العمليه بتبتدي بقرار صح، اختيار مريض صح، جراح عنده خبره، لان احنا ممكن نواجه مشاكل وصعوبات اثناء الجراحه. اهمهم ان الشخص ده ممكن يكون عنده تليفات في العضو الذكري، بنواجهها كتير ولازم الدكتور يقدر يحلها، والا هيحط للمريض مقاس اصغر من المفروض يحط المريض. الاكسبيرينس وخبره الجراحه مهمه جدا جدا. لما انا اكتشف ان جزء كبير من المرضى اللي انا بشوفهم النهارده في المركز هو مريض اصلا ما كانش محتاج العمليه، وقد ايه ده بيمثل احباط بالنسبه للمريض. عمل جراحه ودفع فلوس مش محتاجها. تاني حاجه، هو مريض عمل عمليه باجراء غير سليم. يعني انا كان عندي مريض من حوالي شهر، المريض ده عامل عمليه من سنتين وبيشتكي بان هو عنده ضعف في الانتصاب. تمام. وده كان بالنسبه لي مفاجئ، ازاي عامل عمليه دعامه وعندك ضعف في الانتصاب؟ حاجة زي لان هو مركب مقاس غلط. فده مهم جدا. خبره الدكتور بتفرق، ان انا اركب مقاس صح هتقابلني تليفات اقدر اتعامل معاها. لو هو عنده انحناء، ده معناته ان في ناحيه اطول من ناحيه، ازاي اتعامل مع مشكله زي دي. تمام. لو عنده عيب خلقيه في مجرى البول، ازاي اتعامل مع مشكله من دي. مهم جدا الضلعين الاساسيين، جراح فاهم يختار مريضه يحضره صح، غرفه عمليات بتتعامل مع النوع دوت،
التمريض والعمال بيتعاملوا مع النوع دوت بحرص شديد. فدي من الحاجات الاساسيه لنجاح العمليه. الحديث بقيه ان شاء الله، وانت نورتني النهارده يا دكتور احمد. شكرا لك جدا. شكرا جزيلا يا فندم. بشكر دكتور احمد العياشي استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره، استشاري جراحه الذكوره والمسالك البوليه بالمستشفيات والمعاهد التعليميه. مشاهدينا من خارج مصر تقدروا تتواصلوا مع مركز مصر للذكوره عن طريق الارقام المبينه على الشاشه. دكتور احمد نورتني، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله. We'll be right back.